اكتشف فريق بريطاني إيطالي للتنقيب عن الأثار بناء قديما شمال العاصمة روما يعتقد أنه مكان ولادة الإمبراطور فيسباسيان باني المدرج الروماني الشهير في روما. وقد أكدت الحفريات أن تاريخ بناء البيت والمواد المستخدمة فيه تتطابق زمنيا مع عصر الإمبراطور فيسباسيان. هنا ولد الإمبراطور الروماني فيسباسيان باني الكولوسيوم أو المدرج الروماني الأشهر الذي يتوسط العاصمة الإيطالية روما. فريق بحث أثري إيطالي وبريطاني مشترك كشف النقاب عن هذا البناء الذي يعتقد أنه البيت الذي ولد فيه أحد أشهر أباطرة روما. أستطيع أن أقول إننا واثقون جدا من أن هذا البيت هو مكان ولادة فيسباسيان، خصوصا أن الأدلة كلها تشير إلى ذلك. البناء الذي يعود تاريخه إلى 2000 عام عثر عليه قرب بلدة تشيتارييلي التي تبعد 80 كيلومترا عن روما، ومكانه يوجد بالتحديد في قلب قرية قديمة كانت تدعى فالاكريني. ما أكد فرضية كونه مسقط رأس فيسباسيان المواد الفاخرة المستخدمة في بنائه والتي استقدمت من عدد من البلدان المتوسطية التي كانت خاضعة لحكم روما حينها. صاحب هذا البيت الإمبراطور فيسباسيان شيد الكولوسيوم الذي يعد أشهر معلم أثري في روما ومن بين الأشهر في العالم. وينسب لفيسباسيان بسطه الأمن والاستقرار في ربوع الإمبراطورية الرومانية على خلاف سلفه الإمبراطور نيرو الذي عاث فيها فسادا وأسلافه الذين غرقوا في حروب أهلية طويلة الأمد. بدر الدين الصائغ، بي بي سي.